عبر قناة نورسات الفضائية وتلفزيون تيليلومير. يتجدد معكم لقاؤنا الأسبوعي والذي نستهله بأبرز العناوين. الرعية المارونية في الأردن تحتفل بعيد شفيعها القديس شربل. انطلاق أعمال المؤتمر الكنسي الثامن في البحر الميت. كنيسة الروم الكاثوليك في مرج الحمام ونعور تحيي عيد النبي إلياس. وفي نشرتنا أيضاً مهرجان جرش علامة من علامات الثقافة الأردنية ومن المهرجانات العربية والعالمية المتميزة. أهلاً بكم. ضمن احتفالات النيابة البطريركية المارونية في الأردن بعيد شفيعها مار شربل، أقامت الكنيسة المارونية في عمان عدة فعاليات، وذلك بحضور سيادة المطران موسى الحاج النائب البطريركي على الأراضي الفلسطينية والأردن. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. اطبع فينا الوجه الحي، دفق في الدهر الفاني في الأكوان. جمع عيد القديس شربل الآلاف من المؤمنين في الكنيسة التي تحمل اسمه وذخائر من عظامه في العاصمة الأردنية عمان، حيث أقيمت قداديس وصلوات وأمسيات تذكاراً وتمجيداً لقديس عصرنا الحديث الذي يصنع الله على يديه العديد من المعجزات والأعاجيب. بدأت احتفالات الكنيسة المارونية في الأردن بقداس إلهي ترأسه المونسنيور غازي الخوري بمعاونة شدياق الكنيسة الشماس سنان سلامة وبمشاركة جوقة الرعية وحضور العديد من أبنائها. وفي عظة القداس تحدث المونسنيور الخوري عن فضائل هذا القديس المعاصر وعن محبته وخدمته ومعجزاته التي يتغنى لها العالم. مار شربل مهم الطعام، مهم اللباس، همه يخدم إخوته. مار شربل ما همه الإطراء، عطول مختفي. مار شربل ما هبه يعمل جماعات حوالي ويقول هودي أصحابي وهدوكي أعدائي، هدوكي بيطلعوا فيي بالورب وهدوك بتشتشوني وبيرفعوني. ما همه كل هالأمور مار شربل، رغم إنه الناس ما فرقوا كتير، حتى قبل التطور، حتى قبل وسائل الاتصال كان في ناس راقدين ورا اللذة، وكان في ناس راقدين ورا الزعامة، وكان في ناس راقدين ورا المال. بس كلهم مين بنذكر منهم؟ يمكن بعض كتب التاريخ بيذكرون، أما مار شربل لما حدا سمع فيه. وقت دفنه كان في كمان بطريرك متوفي، كل الكنيسة وكل المسؤولين راحوا عبكركي كلهم سوا، حتى رئيس دير مار شربل مرمرون عناية راح عبكركي. حملوا 4 رهبان لمار شربل، دفنوه بالتلج كان عيد الميلاد، دفنوه بالصقيع كان عيد الميلاد، البطرك دفنوه خلصنا. أما مار شربل بعده بيغزي الدنيا، بعده عم يدخل على كل بيت وكل وطن وكل ملي، ما بيفرق بين كبير وصغير، بين مسيحي ومسلم، بين أردني ولبناني، ما بيفرق مار شربل. وبعد القداس الإلهي قدم المونسنيور الخوري كلا من الفنانين زياد خوري وحنا الإخصين اللذين قدما من لبنان لإحياء أمسية روحية مجدت الله القدير ووالدة الإله والقديس شربل. يستطع رد الجواب، اهدينا يا شربل حين تشتد الصياع، دلك الروح
أطفت الأمسية على أذهان الحاضرين أجواء الحياة النسكية وعبق الأرز المعشعش في خشب تلك المعابد الكنسية التي تدرج في أروقتها القديس شربل. وفي اليوم التالي من برنامج الاحتفالات رفعت الذبيحة الإلهية في ذات الكنيسة احتفالا بذكرى القديس شربل، حيث ترأس الصلاة المونسنيور الخوري بمعاونة الأب علاء بعير وشمامسة الكنيسة وبمشاركة عدد من الآباء الكهنة وحضور الآلاف من الإخوة المهجرين العراقيين. وفي عظة القداس تحدث المونسنيور الخوري عن القديس شربل وعن حياته التي امتلأت بالفرح والتعزية بقربه من الله، ووجه قدسه هذا المثل لكل الإخوة المهجرين وقال لهم: تمرون اليوم بأشد الضيق والاضطهادات، لكن سيروا على درب القديس شربل لتكنزوا كنوزكم في الملكوت. لا تهتموا بأية أمور أرضية، لأن السوس سيفسدها وستنتهي حياة التعب والأنين. اطلبوا القديس شربل ليتشفع أمام عرش النعمة بالرحمة والغفران، وأن يفك كل ضيقاتكم وأوجاعكم. نعم، إني بفرح في هذه الليلة، ليس للعدد الكبير فقط والملتزم، ولكن بالتراتيل والمشارك في القداس. سمعت صوت كل واحد وكل وحدة منكم عم تصدح في الكنيسة وخارجها، وهذا علامة من الله إن الروح القدس بعده عم يرفرف وبعده موجود في القلوب. وإذا برجع لنص الإنجيل، ذهبوا في العالم كله وبشروا باسم يسوع ونشروا الرسالة، أصبحوا كسر، لم يبقوا مجموعة صغيرة. رغم تاريخكم وعراقة بلادكم وثقافتكم اللي هي كانت من أولى الثقافات في العالم، نرقن إلى ثقافة بلاد ما بين النهرين في القانون والفلسفة والروحانية
من أرض نبتت وأعطت الأديان، من هونيك إبراهيم، من أور العراق، من بلادي بين النهرين إلى غور الأردن، إلى نهر الأردن، وإلى القدس وفلسطين، وكل تدبيره الخلاص من أجلنا. وفي ختام القداس وبعد التناول من الذبيحة الإلهية، دار موكب الآباء الكهنة والشمامسة بزياح في الكنيسة وساحتها الخارجية يمجدون القديس شربل. وبعدها أقامت لجنة الرعية أمسية روحية قروية لتجمع الأحبة فيها. وفي اليوم الأخير من احتفالات القديس شربل، أقيم القداس الإلهي في ذات الكنيسة، ترأسه سيادة المطران موسى الحاج النائب البطريركي في الأردن وحيفا والأراضي المقدسة، بمعاونة كاهن الرعية وشمامسة الكنيسة. حضر القداس من الجانب الرسمي السفيرة اللبنانية لدى الأردن تيريسي شمعون، ووزير الأشغال العامة والإسكان السابق المهندس سامي هلسة، والدكتورة باسمة السمعان مدير مكتب فضائية نورسات الأردن والأراضي المقدسة، وعدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية. ومن الجانب الكنسي حضر الصلاة السفير البابوي لدى الأردن ألبرتو أورتيغا مارتن، وقدس الأيكونوموس نبيل حداد، وقدس القمص أنطونيو الصبحي راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الأردن، وقدس الأيكونوموس إليكسيوس خاقيش مندوباً عن سيادة المطران خريستوفوروس. وبعد القراءات والإنجيل المقدس، ألقى المطران الحاج عظته بدأها بالترحيب بكل زوار ومحبي القديس شربل الذين يجتمعون اليوم في بيته للتبرك من قدسيته. وتأمل سيادته بفضائل القديس الراهب والكاهن، واصفاً سيادته بأن شربل رجل تأمل وصلاة، والصلاة هي الطريق الصحيح نحو القداسة. وكأنه هذا القديس يلي كان مثل حبة الحنطة يلي انزرعت بالأرض، ويلي كان هو فعلا تلميذ ليسوع كل حياته، أراد الرب كما سمعنا في الإنجيل أن يظهر فضائل هذا القديس من خلال حضوره وعجائبه التي بدأت ليلة موته وسنة 1954 حد اليوم. فإذا نحن ننبسط أنه عمل أعجوبة، ولكن في سبب وفي هدف للأعجوبة، وأكيد الأعجوبة اللي عملها مع نهاد الشامي يلي صار له 26 سنة كل 22 شهر، هيدا عم بتخلي الناس تتقاطر بالمئات والألاف إلى عناية وإلى كل الكنائس يلي هي عم تحتفل ب 22 بقداس لمار شربل. ليه؟ شو الهدف؟ الهدف هو أحبائي العودة إلى الرب. الهدف هو حتى نفتح عقولنا وقلوبنا إنه نحن في عنا آب سماوي بحبنا، أرسلنا ابنه يسوع المسيح لحتى يخلصنا، وأعطانا الروح القدس يلي قال عنه المسيح: لن أدعكم يتامى، سوف أرسل لكم المعزي روح الرب. هالثالوث الأقدس أراد إنه مار شربل يكمل عمل الرسل، عمل مريم العذراء، عمل القديسين على هذه الأرض من أجل سعادة المؤمنين ومن أجل خلاص نفوسه. واختتم القداس الاحتفالي بإزاحة صورة القديس شربل والتبرك منها. يدفق علينا بحر الحنان. مندوباً عن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، رعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حفل افتتاح فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 34. نورسات غطت فعاليات المهرجان وأعدت التقرير التالي. انطلقت في شمال الأردن فعاليات مهرجان جرش السنوي في دورته 34 في المسرح الشمالي في مدينة جرش الأثرية،
وقال وزير الثقافة والشباب رئيس اللجنة العليا للمهرجان الدكتور محمد أبو رمان خلال حفل الافتتاح الذي رعاه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني: إننا في هذا المساء الجرشي الممشوق بعبق التاريخ والحضارة والثقافة والفن نخط إلى العالم رسالة سياسية وثقافية مفادها أن الهوية الوطنية تتمثل في قدرتنا على مجابهة التحديات وصناعة الحياة انطلاقاً من التاريخ والإرث والجغرافيا. وأكد أبو رمان حرص اللجنة الوطنية على أن يحتضن مهرجان هذا العام فعاليات تعكس الثقافة الأردنية بألوانها المتنوعة، ونستقبل قامات فنية وأدبية وثقافية عربية وعالمية لتشارك نجومنا من الفنانين والأدباء والمثقفين الأردنيين لإضاءة قناديل الفرح والمحبة والأمن والسلام في هذه التظاهرة الحضارية في جرش، مقدما شكره لكل من عمل وبذل جهدا طيبا في سبيل إنجاح هذا المهرجان. مساحة المشاركة للفنانين الأردنيين والمثقفين الأردنيين والأدباء الأردنيين في هذه السنة كانت الحمد لله كبيرة وعميقة. كان هنالك أيضا حرص على توفير الخدمات الحقيقية اللوجستية للعائلات بشكل كامل، أطفال ونساء وعائلات، حتى يشعر الجميع أن هذا المهرجان هو مهرجان عائلي. كان هنالك أيضا عناية باختيار الفنانين والمثقفين والفرق العربية والعالمية التي تشارك في مهرجان جرش بأن يكون لها رسالة، أن يكون لها هدف، وكان هنالك تدقيق بهذه الاختيارات. كان هنالك اهتمام أيضا بالمجتمع المحلي وإشراكه في مهرجان جرش، وكنا حريصين على أن يكون هنالك فعاليات في مدينة جرش في المجتمع، وبدأت اليوم بالمناسبة هذه الفعاليات في جرش نفسها في المدينة السكانية. فهنالك العديد من الأمور، وإن شاء الله أنه يعني يكون جرش هذا العام علامة مميزة، وأنه يكون في كل عام يتم تطويره وتجديده بشكل كبير. وأكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمان غنيمات حرص الحكومة على استمرارية مهرجان جرش ودعمه ليكون مرآة لنهج الدولة الأردنية بنشر المحبة والسلام وتعزيز الثقافة والفن. بداية هذه هي السنة 34 لمهرجان جرش، هي مناسبة عزيزة على قلوبنا. على مدى العقود الثلاث الماضية ونيف كان لهذا المهرجان حضور كبير ومشاركة كبيرة في تنويع المشهد الثقافي، وأيضا في حضور فني عربي محلي عالمي، أيضا يخلط بين الموسيقى والفن والغناء والقراءة والقصص والشعر، كل هذا يكون حاضر في مهرجان جرش. على مستوى المشاركة المحلية طبعا المرأة حاضرة في هذا المهرجان، وكذلك المجتمع المحلي له مشاركة كبيرة، فهو المستضيف لهذا المهرجان أولا وهو شريك به ثانيا. لذلك تحرص إدارة المهرجان على أن يكون هناك حضور للمجتمع المحلي أيضا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حتى تتمكن الجمعيات من عرض منتجاتها على مدى أيام المهرجان كمساهمة من هذا المهرجان في تعزيز العمل التنموي وتعزيز هذا النوع من المشاريع. وقال رئيس بلدية جرش الدكتور علي قوغز: إن المهرجان الذي نتطلع إليه اليوم إنما هو المشهد البهي الذي ينقل الصورة المشرقة عن واقع هذا البلد العظيم بقيادته وإنسانه إلى العالم بأسره. Thank you.
واشتمل حفل الافتتاح على فقرات ثقافية لشعراء محليين وعرب، إضافة إلى مجموعة من الأغاني قدمها نجوم الفن الأردني والعربي، حيث أحيا الفنان عمر العبدالله حفل افتتاح مهرجان جرش بمجموعة من أغانيه الجديدة والقديمة نالت إعجاب الحاضرين القادمين من المحافظات الأردنية والبلدان العربية. المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية رئيس الأساقفة بيير باتيستيا باتسبالا انطلاق أعمال المؤتمر الكنسي الثامن في منطقة البحر الميت تحت عنوان نحو ثقافة قانونية كنسية، الزواج وأحكامه وأصول المحاكمات الكنسية. ويأتي المؤتمر الذي يستمر حتى 28 من الشهر الحالي بتنظيم من المحكمة الكنسية للبطريركية اللاتينية في القدس وعمان، وسط مشاركة واسعة من الأساقفة والكهنة والقضاة والمهتمين بالشأن القانوني الكنسي. ويتناول المؤتمر الذي يشارك به حشد كبير من القانونيين من عدة دول محاضرات حول الأبعاد القانونية لسر الزواج، وخصوصا للخطاب المقبلين لنيل هذا السر المقدس ودور كاهن الرعية في الخلافات الزوجية. ببركة كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة باترا وفيلادلفيا وسائر الأردن، وبرعاية الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لنور سات في الأردن والأراضي المقدسة، احتفلت رعية النبي إلياس للروم الملكين الكاثوليك نعور ومرج الحمام بعيد شفيع الكنيسة النبي إلياس. المزيد في سياق هذا التقرير. ببركة صاحب السيادة كير جوزيف جبارة الجزيل الوقار، وبرعاية حاملة الصليب المقدس الدكتورة باسمة السمعان المدير الإقليمي لمكتب فضائية نورسات في الأردن والأراضي المقدسة، احتفلت رعية النبي إلياس للروم الملكيين الكاثوليك في منطقة مرج الحمام بعيد شفيع الكنيسة النبي إلياس بحفل روحي وفني ساهر أداره الكوميديان فارس حدادين، حيث نظمت كشافة الكنيسة مجريات الحفل بقيادة قائد المجموعة جوليا قندلفت دبابنة. حضر الاحتفال النائب الأسقفي العام الأب الدكتور بسام شحتيت والأب مودي هنديلي كاهن رعية مار إلياس بجبل الحسين، والأب عماد بواب كاهن رعية أم السماق، والمونسنيور غازي خوري كاهن رعية مار شربل المارونية في عمان، والأب فراس دردر كاهن الرعية السريانية الكاثوليكية في عمان، والأب زيد حبابة كاهن الرعية الكلدانية، والشماس بول جوري. الله وحده يكفي، كان هذا شعار بالنسبة له، والباقي ما له طعم بالحياة. إذا فكرتين بعيد مار إلياس الأماني لله والسخاء، ونحن اليوم إذا بحاجة أنا وياكم، نحن بحاجة للأماني لله والسخاء بحياتنا. وقد استهل الحفل بكلمة روحية وبركة كنسية من سيادة راعي الأبرشية المطران جبارة، ومن ثم قدم الأب جور شرايحة كاهن الرعية المستضيفة والمحتفلة بعيدها كلمة شكر فيها سيادة المطران وراعية الحفل السمعان، والتي وصفها بأنها المحسنة إلى كنيسته، كما وشكر المجلس الرعوي وأخوية الكنيسة والكشافة وكافة فعاليات الرعية والمحسنين إليها. ونحن نحتفل بشفيع كنيستنا النبي إيليا، لا يسعنا إلا أن نعبر عن وافر شكرنا لله العلي القدير على نعمه الجزيلة، وأولها أنه من علينا برئيس أساقفة هذه قامته حكيم العلم والتقوى، وإذ نحتفل معه وبه فإننا نتضرع لله العلي القدير أن يمنحه سنين كثيرة من الخدمة بالحب والرحمة. صوت الحق لا يخاف في الوغى لومة لائم، كالنار سعيرا أحرقت البعل في الهشيم. صرخ الأردن عطشان يا إلي هائم، أنزل الغيث كي يصير النهر عائم. جرار الزيت لا تنضب إن أنت بركتها،
وبيت الفقير من الطحين لا يضيع. وأرملة سرفندي ابتسمت وفرحت ولدها، وإن كيد إيزابيل ارتد عليها فتشتتت. وعلى الكرمل مجد الرب تهلل، وأحاب ولى واندبر، ونهشت عظامه وحوش البراوي. وأليشع ارتدى رداء التقوى، خير خلف لقدس سلف. ومن ثم ألقت الدكتورة السمعان راعية الحفل للحاضرين كلمات قلبية مشيدة بالمناسبة الروحية وأهميتها، كما أثنت على دور كاهن الرعية الأب شرايحة بخدمة رعيته. الأب الفاضل جورج شرايحة، الإنسان المعطاء بمحبته وبساطته وحكمته، اللي قدر إنه بهاي الرعية ولو بصمات تكون موجودة في رعية مرج الحمام. بصراحة احتفالاتنا دايماً، نحن بجمعاتنا، عم بديش أطول عليكم، لكن دايماً في عندي فكرة بخصوص احتفالات السهرات اللي بنعملها، الجمعات اللي بنسويها، إن كان حفل عشاء أو إفطار. الهدف منه إنه نكون مع بعض، قلوبنا مع بعض بمحبة. لو في تقصير شوي، لو في شوية مثلا صار في شوية شغلات ما يعني كانت مزعجة وما حبيناها، لكن نحن كمحبين مع بعض وقلوبنا مع بعض ورسالتنا واحدة، هي رسالة المسيح ورسالة المحبة، إنه دائما نحتوي بعض أكثر وأكثر. فسامحونا اليوم إذا قصرنا معاكم بأي إشي، فتحملونا. إن شاء الله دائماً نشوف بعض باحتفالات وفرحات أكثر وأكثر، ودائماً أمنياتكم وأحلامكم وسعادتكم دائماً تكون موجودة وتتحقق بأمانيكم، بأولادكم، بعائلاتكم، ودائماً يكون الفرح والسعادة موجود في حياتكم وحياة اللي حواليكم. وفي ختام الحفل قدم الأب شرايحة الهدايا التذكارية لسيادة المطران وللدكتورة السمعان راعية الحفل، وبعدها التقطوا الصور التذكارية في أجواء من الفرحة والبهجة. مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، رعاة وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمان غنيمات الحفل الذي أقامته وكالة الأنباء الأردنية بترا بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيسها. وأكدت الوزيرة في كلمة ألقتها خلال الحفل الذي أقيم في عمان أن وكالة بترا هي مؤسسة إعلامية راسخة في وجدان الأردنيين وقدمت الكثير للمشهد الإعلامي الوطني. ولفتت غنيمات إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني يؤكد دائماً على ضرورة دعم الإعلام وتعزيز دوره، مستشهدة في هذا السياق بمقولة جلالته: حرية الصحافة سقفها السماء. قام سيادة المطران موسى الحاج مطران حيفا والأراضي المقدسة بزيارة إلى مطرانية الروم الأرثوذكس في عمان، رافقه خلالها المونسنيور غازي خوري راعي الكنيسة المارونية في الأردن، حيث كان في الاستقبال الأرشمندريت فينيديكتوس كيال نيابة عن المطران خريستوفوروس وجمع من الكهنة الأجلاء. وقد رحب الأرشمندريت كيال بسيادة الأسقف الماروني وشكره على الزيارة الكريمة. شرفنا بزيارة مقر مطرانية الروم الأرثوذكس إخوتنا في عمان، واستقبلونا الأباء جميعا. أكيد سيدنا مسافر، نتمنى له أنه سفرة موفقة وعودة بالسلامة، وتحدثنا مع بعضنا البعض كإخوة برسالاتنا في عمان وفي الأردن وفي الأراضي المقدسة وهذا الشرق. ونحن نتمنى دائما التقدم والازدهار لكل الكنائس، ونحن كنيستنا أكيد عندنا حضور رعية واحدة هي مرشربل بعمان، ومبارح جينا حتى أن نحتفل بعيد مرشربل بوجود إخوتنا. وسيدنا المطران بعد كمان ممثل
كان حاضر معنا وكنا كتير فرحانين، ونتمنى انه هالاعياد يلي هي بتقربنا دائما من بعضنا نكمل فيها لحتى نشهد لإيماننا المسيحي مع اخواننا المسلمين يلي نحن عايشين مع بعض معهم عائله واحده بكنف جلاله الملك عبد الله الثاني المعظم. ونتمنى السلام لهذا البلد الاردن هالواحه يلي هي بهالشرق الاكثر امانا واستقرارا، انه هالشيء عم على كل منطقه الشرق والناس كلها تعيش بسلام. ونحن بنعرف السلام منطلق من امير السلام يلي هو ربنا يسوع المسيح يلي اجا واعطى السلام بهالارض لكل العالم. ونشكرهم على استقبالهم، وان شاء الله ربنا يكون معنا دائما لحتى نكمل الرساله اللي طلبها منا. تشرفنا بزياره المطران موسى الحاج من الكنيسه المارونيه، هي ضمن زيارته باحتفال الكنيسه المارونيه هون بعيد مار شربل، وكانت فعلا زياره جميله جدا. تبادلنا فيها الاحاديث، تبادلنا فيها الخبرات المشتركه، وصلنا له كمان ترحيب سيدنا المطران اللي هو مش موجود كان معنا اليوم بسبب سفره. وكانت زيارة موفقة، حكينا فيها عن الوضع المسيحي في المنطقة، عن الوجود المسيحي في المنطقة، كيف الكنيسة ممكن تدعم وجود المسيحيين في المنطقة، خاصة انه منعاني من مشكلة الهجرة اللي هي موجودة في لبنان وفي الأردن. وفي بعض الأمور كمان اللي حكينا فيها بتخص الوضع المسيحي بشكل عام في الشرق الأوسط. كما توجه سيادة المطران موسى الحاج بعد ذلك إلى مبنى مكتب فضائية نورسات في عمان، حيث كانت الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأردن والأراضي المقدسة في استقباله والوفد المرافق. وقد استمع سيادته من الدكتورة السمعان إلى شرح واف عن نشاطات المكتب وتغطياته المتميزة لمختلف الفعاليات الكنسية والمحلية. تلا ذلك جولة تعريفية لأقسام المكتب واستوديو الأخبار الذي يتم فيه إعداد وتسجيل المواد البرامجية والإخبارية، حيث أعربت السمعان عن سرورها لهذه الزيارة التي تعد الأولى للمطران الحاج منذ تسلمه زمام رعايته على الأراضي المقدسة. كنا سعيدين اليوم بزيارة سيدنا المطران موسى الحاج لمكاتب نورسات في الأردن وبرفقته أبونا غازي خوري وشماس صبحي مخول. هاي الزيارة الأولى لإله لسيدنا موسى الحاج. تحدثنا فيها على رسالة نورسات الإعلامية والإنسانية والثقافية والاجتماعية من حيث النشاطات الكنسية وتغطية الاحتفالات الكنسية على المستوى المسكوني. فاطلع كمان على نشاط نورسات من حيث البرامج اللي بيقوم فيها نشرة الأردن في أسبوع، وأشاد في الرسالة نورسات الإعلامية اللي عم تساعد الإنسان المؤمن للصلاة، تساعد في بناء ثقافة المحبة، ثقافة السلام والتلاقي مع الآخر. فبيوصلهم كل شيء بالضفة وبلبنان وبكل العالم. مبسوطة كتير إني أسمع إنه سيدنا إنه أخبار الكنيسة ونشاطاته في الأردن عم بيسمعها من برا، فكان هذا بالنسبة لي فخر كبير إنه أشاد فيه سيدنا. اطلع على الأعمال من قوم فيها هون بالاستوديو، ومن ناحية التحرير نشر المعلومة، وأيضا كمان اطلع على الأرشيف اللي إحنا منخزنه هون لنشاطات كل الكنائس، فهذا كمان قيمة المكتب يقوم فيها اللي هو إنه يوثق أي الأحداث الكنسية من خلال المواد اللي بينشرها. وطلب التعاون بين الكنيسة المارونية كان هون بمركز مار شربل، كنيسة مار شربل اللي على طريق المطار من نشاطاتها، ومع نورسات في تخطيط الاحتفالات وأيضا في النشر والإعلان لنشاطاتهم. تحدثنا عن مشروع المختص، إن شاء الله قريبا سيتم البدء في بناء المرحلة الأولى بالكنيسة، وأيضا بالنشاطات اللي بيقوم فيها أبونا غازي برعيته بمار شربل كمان نشاطات رعوية. إحنا سعيدين زي ما حكيت بالبداية بهاي الزيارة، وإن شاء الله تتكرر مجددا في تعاون كمان مستمر. أطلقت قناة تراث السلط أوبريت القدس العربية
وذلك على مسرح الأرينا بجامعة عمان الأهلية. وخلال الاحتفال الذي حضره عدد كبير من المسؤولين والمواطنين، أكد وزير الإعلام الأسبق الدكتور عدنان أبو عودة في كلمة له على أهمية اللغة العربية في حياتنا مع ما نلاحظه اليوم من تراجع في تعبيرها الفني، لافتاً إلى أن مبادرة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الداعية إلى الاهتمام بلغة الضاد جاءت لإعادة ألقها وقوتها. وأكد رئيس بلدية السلط المهندس خالد الخشمان أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية لا نقاش فيها، وهي مسؤولية تاريخية ودينية لدى القيادة الهاشمية والدولة الأردنية. من جهته أشار مدير قناة تراث السلط خالد خريسات إلى أن هذا الأوبيريت هو تأكيد على أن القدس عربية وهي عاصمة لفلسطين. واشتمل الاحتفال على قصائد شعرية وفقرات فنية ووطنية، إضافة لتكريم عدد من الداعمين. هذا العمل دعم لمبادرة ولي العهد، مبادرة ضاد، ورسالة من محافظة البلقاء للعالم أن القدس سوف تبقى عاصمة فلسطين والقدس عربية. العمل هو أوبريت غنائي مشتق من 5 فقرات، كلمات الشاعر ضحوك داهود. حقيقة احنا يعني هذا اليوم ارتئينا انه يكون تكملة لمسيرة قناة تراث السلط من خلال اضاءة 22,000 شمعة اللي تم اضاءتها بالقدس العربية والوصاية الهاشمية. ارتئينا انه يكون استمرار لهذا النهج، ان شاء الله راح يكون باستمرار دائما حتى يوصل صوتنا انه القدس العربية زي ما امر جلالة سيدنا دائما في هذا الموضوع. احنا ايضا لغة الضاد ومن خلال مؤسسة سيدي ولي العهد راح يستمر ايضا فيها، وتكون لها انطلاقة في محافظة البلقاء في مؤسسة سيدي ولي العهد من خلال لغة الضاد. قامت مطرانية الروم الأرثوذكس في عمان وببركة سيادة المطران خريستوفوروس عطلة بعقد دورة مكثفة لتعليم رسم الأيقونات بمشاركة 15 شابا وشابة من مختلف الرعاية في المملكة، وذلك في قاعة كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في الصوفية. وقد أقيمت الدورة بإشراف الدكتور قسطنطين الذي قدم شروحات نظرية وتطبيقات عملية عن أسس وقواعد رسم الأيقونة البيزنطية. كما قام سيادة المطران خريستوفوروس بالإطمئنان على الشبيبة المشاركين، معرباً في حديثه معهم عن فرحه بوجودهم في هذه الدورة، ووعدهم بأن تستمر المطرانية بتنظيم دورات جديدة إلى حين تأسيس مدرسة للأيقونات البيزنطية. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. الرعية المارونية في الأردن تحتفل بعيد شفيعها القديس شربل. انطلاق أعمال المؤتمر الكنسي 8 في البحر الميت. كنيسة الروم الكاثوليك في مرج الحمام ونعور تحيي عيد النبي إلياس. أوبريت القدس عربية على مسرح الأرينا في الصلت. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.newsatjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.